وأنا أغاد هذه الولاية التي أحببتها في سن المراهقة وفي عمري 14 سنة 15 سنة 17 سنة، وعندي أصدقاء من هذه المنطقة اللي راهم موجودين وحاضرين معايا وراهم في هذه القاعة. أحببت هذه الولاية ثمني كما قال في الرئيس هو مشكور، وأحببتها كذلك وأنا أغادرها، ولكن الفضل يعود أولا إلى الله سبحانه وتعالى. فشكرا وألف شكر لله الذي أعطاني هذه الفرصة وأعطاني فخامة رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة لنتمنى له كل إن شاء الله الصحة والهناء على رأس هذه الولاية، وهي رابع ولاية التي كنت أرأسها في ظرف 17 سنة كوالي و40 سنة كإطار في المجموعات المحلية. شبوي ويصعب على الإنسان أنه بعد هذه المدة الطويلة التي قضيتها في الجامعات المحلية باش نغادر هذه الولاية مرة أخرى التي أحببتها من صميم القلب، ولاية عين مشد، ولاية مجاهدة، ولاية الشهداء، ولاية مضيافة، ولاية عندها خير وخيرات كبار. والحمد لله ربي جعلني أنا والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي المحترم وكل أعضاء تاع الهيئة التنفيذية والأعضاء تاع المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية من رؤساء بلديات ومن أعضاء، وإذ كاتبنا بعضنا بعض وحطنا هذه الولاية في السكة ومشينا إلى باب الأمان لإنهار اقتصاديا بانهار اقتصاديا لولايه عين تيوشان. الحمد لله مره اخرى بعد هذه المجهودات الثمينه عندنا عدد كبير من المستثمرين اللي راهم على ارض الواقع حاليا وللثمرات نتاعهم ان شاء الله تبان في غضون الاشهر ولا السنوات القليلة الجاية باش تخلق ثروة ومنصة عمل لكل الشباب وشابات هذه الولاية. ولكن هذا العمل مش صدفة، لابد تكون بالتضافر الجهود نتاع الجميع، وما يكونوش إلا الوالي اللي نجح ووصل إلى هذه الدرجة. نجحنا كلنا بالطريقة والأسلوب تاعي اللي انتهجتهم ثلاث سنوات الماضية ومريد عين تيوشان، أنه خلق جو عائلي في كل الأوصاف من هيئة تنفيذية من منتخبين على مستوى الجمعية على مستوى